مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناة أذواق. اليوم تدبيرة أخرى من تدابير المطبخ، وهي تدبيرة رائعة تمكنكم من استعمال سائل الأواني لمدة أطول، يعني سائل الأواني اللي موافق تستعمله إذا كان يحكم لك مثلا 10 أيام راح يولي يحكم لك 20 يوم، وإذا كان يحكم لك 15 يوم راح يحكم لك شهر إلى آخره. بمكونين بسيطين اليوم راح نوري لكم كيفاش تحضروا سائل أواني راح يحكم لكم مدة أطول. نبدأ على بركة الله. نحتاج سائل الأواني اللي موافق تستعمله، نحتاج خل أبيض ولا خل أحمر وش متواجد عندك، ونحتاج ملعقة كبيرة ملح، ونحتاج أيضا الماء فقط. كي تشرو سائل الأواني تدو نصف العلبة، نصف العلبة فقط، وتفتحوها نصف المتبقي راح نوضعوا الخل. شوفوا الكمية المتبقية نديروا نصف منها خل والنصف المتبقي نديروه ماء. إذن عندنا نصف قرعة سائل الأواني، راح نستعملوا النصف المتبقي، نص نستعملوا خل ونكملوا بالماء، نكملوا بالماء بالطريقة. ونديروا ملعقة الملح، ملعقة الملح كبيرة، نوضعوها غير بالأقل. حتى نكملوا كامل كمية الملح، نغلقوا عليها بإحكام ونخلط جيدا. نخلطوا السائل الملح حين تحصلوا على هذا الرغوة أو هذا السائل مزيج، راح تستعملوه في الأواني، وصدقوني يعني خاصة الأواني الزجاجية راح تخرج تلمع. يعني إذا كان عندكم كيسان قدم ولا لاصق فيهم شي كالكا ولا أي أواني زجاجية يعني باهتة لون تاعها باهت، كي تغسلوها بهذا السائل راح تولي تلمع وتبرق. ويعني على بالي بلي كي تجربوها راحين تدعيوا لي، ونتمنى كامل تجربوها. وما تنساوش تابونيو فلاشان باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ايضا ديروا جام وتخليوا لنا تعليقاتكم حتى يفيدونا ونستفادوا ونقدموا الافضل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.